بالموسم الجديد من أسماء من التاريخ وتحديداً من سان فرانسيسكو، حبيت أن أخصص هالحلقة الاستثنائية عن الشباب بالاغتراب اللي نجحوا وقدروا يتركوا بصمة بالمجتمع الأمريكي. وأكيد سيليكون فالي معروفة وهي نبع لكل هالستارت أبس. خلينا نتعرف عليهم بهالحلقة. Hi, I'm Scott. I am responsible for sales and business development at CloudApp, and I'm the VP of sales. CloudApp is basically the fastest way to share anything that's on your screen, on your desktop, with a coworker, a team member, a customer, a client. I've been using Woopra for about 8 months, using it literally every day, sometimes on the weekends. It's been awesome. One word that I would definitely use to describe Woopra is obsessed. It helps us navigate and understand everything that's going on with the business. My name is Ryan Stevens, and I'm a product manager at Maven. Maven is a beauty e-commerce company, and we partner with stylists to help them grow their business. So we were actually doing a search for an analytics and messaging provider. After getting to the demo and working with the team a little bit, we realized that it would be a great fit for us. So we've been using Woopra for almost 2 years, and since the early integrations, it's been pretty hands-off. I've been really impressed with the reliability of the product and how it's really fit our needs without much customization along the way. سيد إلي خوري، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسماء من التاريخ بهالحلقة الاستثنائية والخاصة بالستارت أبس اللبنانية بسيليكون فالي. أنا مبسوطة كتير أنه اليوم بأسماء من التاريخ عم نحكي عن هالشباب الطموحين اللي بلشوا بأفكار خلاقة ومبدعة وعم يمشوا على طريق النجاح. إلي، أنت من مواليد 1985 جبيل، درست بالفرير ماريست وبعدين بالجامعة اللبنانية الأمريكية. مظبوط. شو كان اهتمامك أكثر شيء؟ يعني أنا بعرف إنه من عمر صغير كنت تحب تعمل بروغرامينج، وكان على طول الحلم إنك تجي على سيليكون فالي، مع إنك بدأت بشغلك بلبنان. ليك شو اللي خليك تحب هالقد البروغرامينج والتكنولوجيا؟ أول ما اكتشفت الكمبيوتر كان عمري شي 12 سنة. تاني شيء اكتشفته هو انه فيك تستعمل هذا الكمبيوتر تتخلق اللي بدك اياه. هيدي الشغله الاساسيه اللي حمستني to get into computer programming. وبتصور بهذا العمر اكتشفت انه هيدي الباشن تبعي، this is الاريا اللي بدي ركز عليها واتخصص فيها، وايفنتشلي بلش شركه يمكن يصير انه اخلق شيء يقدر يساعد العالم بلا ما كفي بالباث طبعا انه اشتغل كموظف. نعم، يعني كنت مقرر انت من عمر 12 سنه انه انت مش ممكن تتوظف، وهذا صار. مزبوط. فتت على الجامعه الامريكانيه اللبنانيه وتخصصت بالكمبيوتر ساينس. مزبوط. وعلما انه كنت عم بتفكر انه انت عم تعمل كمبيوتر ساينس لانه بدك بعد تطلع بافكار وابداعات بهذا المجال. قد ايه الاختصاص ساعدك بعد تبلور اكثر افكارك؟ بتذكر أول ما فتت على LAU، يمكن أول جمعة أول صف أخذته كان كمبيوتر ساينس، كان أول كورس بروغرامينج باخده. بتذكر كان مع بروفيسور جو خليفة، بوجه له التحية. كانت مثل جنة بالنسبة لي، إنه واصل عم بعمل الهابي تبعي، في عم بتعلم الهابي تبعي وماسترت كتير تحمست وقتها، وبلشت انه ضلني بالجامعة فترة طويلة واتعلم بروغرامينج اكتر لوحدي وفوت بمجالات اوسع، لانه كان عندك الشغف بهال اكيد مجال، يعني وعم تقدر تحقق كل شيء بتحبه وعم تتعلم. يعني هيدا كتير مهم انه واحد يصير عنده سكيلز، يكون he's mastering the skills of the things he likes. اكيد، يعني انه يكون عم يجرب يتعلم أكثر الأمور اللي بيحبها. أكيد. فإيه، الجامعة ساعدتني سبيسيفيك لأنه عطيتني الوقت تأعمل الشيء اللي بحبه. وكل المشاريع اللي بلشت فيها لحديت ما وصلت على ووبرا بلشتهم بالجامعة، نصهم يمكن فشلوا وشوي منهم مشوا شوي، بس ووبرا وقتها we launched it كنا بالـ LAU بعدنا،
أنا وشريكي جاد يونان. وأول ما تخرجنا من الجامعة كان عنا بزنس already running بلبنان. يعني أنت تخرجت ودغري كنت أنت أسست شركتك ووبرا. مزبوط. اللي اليوم عمرها 7 سنين. مزبوط. وعنيتك أنه أنا ما بدي أتوظف، حصل أنه ما توظفت وأسست شركتك. رح نحكي عن ووبرا شو هي، بس قبل كنت مآمن أنه أنا والله رح أسس شركة ورح تنجح؟ أو كنت أنت مثل ما بعرف أنه كنت مجرب 4 مرات قبل، هي كانت خامس مرة، بس كأنه كنت هالمرة عارف أنه بدها تنجح. هلا أول شيء ما كان في عناد إنه ما بدي أتوظف، بس كان في حماس زيادة عن اللزوم إنه بدي أعمل شيء، بدي أخلق شيء. بس إذا كل الناس اللي تعرفت عليهم اللي بلشوا ستارت أبس كان عندهم كذا مشروع فشل بالأول، شيء طبيعي. ما في شك. ما في ولا مرة إنه كتير بيكون حظك حلو إذا بلشت ستارت أب ونجحت من أول مرة. ما في شك. So لازم يكون واحد patient شوي. شو بيتعلم واحد من الفشل؟ بيتعلم ما يغلط ذات الغلطة مرة تانية، إنه في قصص قد ما العالم يقولوا لك إنه ما تعملها بدك تغلطيها تتعلم تتعلم تتعلم. هلا أكيد مع الوقت صرنا نعرف نسمع أكثر للناس ونعرف نعمل فلترينج للأفكار اللي بتجي من الناس، بس أكيد بس الواحد يبلش أول شركة بيبقى ما معه خبر إنه what's the right way to go about it. كل ما بلشت شغل جديد كل ما اكتشفت من ميلي شو اللي بحبه أنا أكتر، ومن ميلي تانية إنه كيف لازم اشتغل على هذا المشروع كرمال فكر بطريقة أكبر مش بس إنه أعمل مشروع صغير. نعم. شو هي ووبرا؟ يعني شو فكرتها الأساسية؟ هلا ووبرا is a product شغلته يساعد businesses يعملوا tracking للcustomers تبعهم تيفهموا قد إيه عم بيكونوا successful هود الكاستومرز تبعهم، يعني قد الاند برودكتس تبعهم عم بينباعوا او عم ينطلبوا. مزبوط. كيف اجتك الفكره؟ لانه هيدي حلوه الفكره وبتساعد كل شيء سيلز اند ماركتينج. اكيد اجت الفكره نتيجه فكره اللي قبلها، كنت عم بشتغل انه كل الافكار اللي قبل كانوا اونلاين وحسيت في نقص اونلاين لبرودكت يقدر يساعدك تشوفه ب ريل تايم كيف عم بيتصرفوا الزبونات على الويب سايت. وبلشت هيك بموك اب او بروتوتايب صغير تساعد حالي بالبرودكت اللي قبله، ولقيت انه اتس ا بزنس اوبورتونيتي وكملت. ذاتس هاو ات ستارتد. بلشت انت وشريكك. مزبوط. وصرتوا اكثر بهالفكره عم تشتغلوا عليها او بقيتوا 2 بلبنان؟ بلبنان بقينا 2. ما اخذنا فاندنج بلبنان بالاول، كنا مين كان عم بي يعني نحن مولنا المشروع. انتم مولتوا المشروع. مولناه يعني بمبلغ صغير قد ما فينا. اخذتوا ولا لون؟ لا سيفينجز موستلي. وكنا نشتغل فريلانس على جنب. بس كمان افونتاج كبير بلبنان هو انه اتس فيري تشيب تو ستارت اب بزنس بلبنان. اول شيء كنا بعدنا عايشين مع عيالنا. صح. بعدك عايش مع اهلك، ما عندك اجار $3,000 رنت. نعم. اللي عندك اياه فيك تحط هالكمبيوتر ببيتك وتشتغل عليه، ما عليك تروح تفتح مكتب 100% وتوظف ناس. مع انه اخذنا مكتب يعني وكان يمكن الاجار شيء $300 بالشهر توظف. اكيد بدك تلاقي لبنان رخيص قدام منطقه سان فرانسيسكو اللي هي من اغلى المناطق بالولايات المتحده. اكيد. بقيت بوبرا انت وصديقك، قد ايه نجحتوا؟ شو كان عندكم بزنسز؟ يعني مين فات معكم؟ مين ايمن فيكن قبل ما ننتقل؟ وكيف انتقلت انت على سيليكون فالي؟ سيليكون فالي كان هدفنا، كان عندنا هدف بسيط كتير انه كلبنانيه بلبنان كانت الموتيفيشن تبعنا انه اذا وصلنا لمطرح يكون البرودكت تبعنا ببلشت على اوتلت مثل تك كرانش معناتها عملنا انجاز، لانه ما كنا نشوف ستارت ابس بلبنان عم بيظهروا عم بيعملوا شيء على الجلوبال الماركت. فاشتغلنا على هالموضوع اند اول ما عملنا لانش للبرودكت وذين شهرين تقريبا كنا على تك كرانش. سو هذا اول انجاز بالنسبه لنا حققناه بظرف سنه ونص تقريبا. نعم. ومن وقتها بلشنا نفكر اكبر بكثير انه اوكي وصلنا لهون، هلا لازم نفكر بزنس، مش عم نمزح، ولازم نكبر، لازم نفكر ولوين بدنا نروح، وين زبوناتنا. يمكن بقينا سنتين زيادة بلبنان عم نجرب نفكر
وين exactly بدنا نروح بهيدي الشركة. بالآخر اجتنا الأوبورتيونيتي إنه نجي على أمريكا. بعرف إنه هيدا الحلم راودك من أنت وصغير إنك تجي على سيليكون فالي. مزبوط. اللي هو أكيد منبع لكل ستارت أبس اللي خصهم بالتكنولوجيا أكيد. وصدف إنك تعرفت على ناتالي اللي هي عايشة هون كانت. وقررت ساعتك اجت الفيجن انه انا بدي اخذ هالستارت اب وروح فيها على سيليكون فالي. مزبوط. ناتالي تعرفت عليها بلبنان وهي امريكانيه من اصل لبناني، وكانت الكومبرومايز انه انا بجي على امريكا بس هي بتلاقيني على سيليكون فالي. اند مش وين كانت عايشه هي؟ ببوسطن. ببوسطن. اليوم انت لك 7 سنين بسيليكون فالي ووبرا موجوده. بدي هلا بتعرف قد اللبنانيين عم بيحضروا، كلهم شباب، كلهم بلشين بستارت ابس بلبنان او عم بيفكروا. جيت لهون تتحقق شو اكثر من اللي كنت عم بتحققه بلبنان؟ هلا سيليكون فالي هي السنتر بالعالم للتكنولوجيا. طبيعه الحال اذا بحب التكنولوجيا لازم اكون هون، ولازم نرفع راس لبنان نحن بسيليكون فالي. حتى اذا كان واحد بهمه الفاشن اندستري يمكن يروح على ميلان، او اذا بحب الفوتبول بيروح على برشلونه للبرشلونه فانز. بالنسبه لي انه اجي على سيليكون فالي على السنتر تبع التكنولوجيا وكون بين الاف ستارت ابس واتعلم منهم وتخلق اكثر كومبيتيشن. لما كنا بلبنان ما كان في عنا ناس نشتغل معهم ونشوف غير جو، ما كان في جو الكومبيتيتيف الموجود هون. نعم. فاكيد بقويكي بقويكي بالتكنولوجيا. ما في شك. جيت انت ومدامتك قد ايه كانت صعبه النقله؟ يعني ما في شك انه واحد بيلحق بده يحقق حلمه شغفه، ولكن في واقع انه انت جاي على بلد جديد، مجتمع جديد، مصروف جديد. كيف كان لقيت صعوبات وكان في حدا عم بيدعمك؟ هلا اول ما جينا لهون جيت كذا مره وحده بالاول طيب شوف كيف الوضع هون وهيك. ما كان معي خبر شو سيليكون فالي، انه جاي واصل. وبتصور اول كم شهر كنا عم ننط بين اوتيلات وتنشوف وين اضبط مطرح نكون. وقررنا ان نكون بالمدينه لانه بعدنا شباب وحبينا جو المدينه كثير، فيها كثير كلتشر وفيها كثير قصص فينا نتعلم من غير ناس غير كلتشرز، انه كيف بيتصرفوا، كيف حياتهم، شو بياكلوا. It was inspiring. عم بتفوت بمجتمع وثقافة جديدة. إنه مش بس إنه عندك مجتمع أمريكاني، عندك بسيليكون فالي خليط من العالم كله. جنسية من كل أنحاء العالم، صح. فتعرفنا على كتير ناس وهيدي الشغلة كانت كمان inspiring بالنسبة لإلي، تشوف إنه برات الكالتشر تبع اللبنانية. وأكيد علمتني to appreciate أكتر الكالتشر تبع لبنان، بس كمان appreciate other cultures. And understand other cultures. أكيد. فهم يعني. كانت تبليشي صعبة مثل ما قلت لي، يعني أول فترة 5-6 أشهر. بأمريكا. بأمريكا. كان في صعوبات شوية، إنه أول شيء سان فرانسيسكو من أغلى المناطق بالعالم. وكستارت أب وما كنا well funded، في budget problems. So كنا عم نشوف كيف فينا نشتغل بطريقة نوظف ناس هون، نفتح مكتب بسان فرانسيسكو على شوسترينج بادجت مثل ما بيقولوا. بس لا، ما رحت تشوف ناس تدعمك؟ يعني ما تعرفت على لبنانية ناجحين عم بيدعموا ستارت ابس؟ بلا، مع الوقت صرنا تعرفنا على لبنات وصرنا اصحاب نحن وياهم، صرنا نروح على الايفنتس تبعهم. وان اوف ذا فاوندرز تبع لبنات كمان سيتس على البورد تبع ووبرا، فصار عندنا ايفنتشلي كثير كونكشنز بالبي اريا. واكيد صار في دعم معنوي ومادي. ايمانو فيك لبنانيه او ايمانو فيك غير ناس دعموك بديها؟ في كثير ناس ايمانو فينا لبنانيه، نحن حتى كنا بلبنان، وخاصه اللبنانيه اللي عايشين برا يمكن كانوا ناطرين قصه من لبنان تيقدروا يدعموها، واجانا وقتها دعم معنوي اتليست بالاول. بس ايه انه هون اليوم عم نشوف اللبنانية عم يقدروا يشتغلوا مع بعضهم، عم يقدروا يساعدوا بعضهم. هذا كتير حلو. أكيد شغلة منه ما بتلاقيها بلبنان كتير. سان فرانسيسكو وسيليكون فالي تحديداً بين هاللبنانيين الناجحين بعمر معين
وبين الشباب اللي عمال شيء جديد بتشوفون كلهم حبين يساعدوكم. مزبوط. وعمليا مش حكي بالحكي بس، عمليا ماديا معنويا. اليوم فيك تقول انه انت لك فوق 7 سنين بوبرا، يعني معناتها انت ناجح، لانه اليوم بيعتبروا انه بعد 7 سنين اذا ما فشلت الستارت اب يعني نجحت. شو اليوم انت بعد طموحاتك بوبرا؟ فيك تقول انه اذا ضلت الشركه 7 سنين it's likely to succeed، بس كمان هلا عمر الشركه الكبيره والصغيره 7 سنين، بعد 7 سنين الشركه عم بيخلص عمرها، بطلت مثل قبل. قبل كانت سنه تعيش 20-30 سنه، هلا الشركه بتاخذ يمكن 5-7 سنين تتغير. بس بتصور انه الشيء الاساسي اللي لازم يفكر فيه الواحد هو انه كيف يضله متابع السايكلز والتشينجز بالماركت بليس. نعم. تضله سيرفايفنج اكيد، تضل اب تو ديت. في شيء بدي اسالك اياه، قد ايه مهم اليوم الشاب اللبناني يبلش شغله بلبنان اولا قبل ما يفكر ينتقل غير محل، مش انه يخلص جامعه ما يكون مصدق يروح، مفكر انه بالبلد اللي بده يروح عليه كل التسهيلات رح تكون موجوده؟ هذا الشيء كثير غلط. بتصور اللبنانيه عندنا اوبورتونيتي انه نبلش بلبنان، خاصه اللي عنده فكره براسه بده يطبقها. لبنان بلد عندنا فري ماركت، يعني ما عندنا كثير ريجوليشنز، واتس فيري ايزي تو انوفيت. بتصور عم شوف كنت باترن مؤخرا انه اللبنانيه عم بيقدروا يصيروا يستعملوا لبنان كحجه تما يبلشوا، بس بتصور لا، لبنان اهين تبلش فيه من امريكا. اليوم تلميذ بامريكا بيتخرج من الجامعه $200,000 ستودنت لون، وعنده أجار بيت وبده يشتغل وبده يعمل كل هالقصص ويبلش شركه بذات الوقت، صعب كتير. لبنان قاعد عند اهله، ايه انه هيدا بشيء قليل فيه يبلش، واذا غلط ما بتكلفه كتير مثل ما بتكلفه بامريكا 100%. وخاصه اذا عم تخلق كونسيومر تكنولوجي او وبعدك بستيج وير عم تخلقي للبرودكت، وبالنهايه انه بس يكبر هذا البرودكت بس تقلع فيك تكوني مطرح ما بدك، فيك تروح اوتوماتيكلي. لو بلبنان وكبر كتير رح يصير عالمي. مزبوط. رح يفتحوا الفرص ويمكن يروح غير محل. او مزبوط. وبشجع الناس يروحوا غير محل، انه مش مضطر اللبناني يضل بلبنان اذا الماركت تبعه بطلب غير محل ولا ببريطانيا، بس فيهم طلق من لبنان ويرجع للبنان 100%. مثل ما بنشوف في كثير ستارت اب شباب عم بيجوا ياخذوا هون تريننج وياخذوا اكسبيرينس، يعني خبره، وعم يرجعوا فيها على لبنان. اكيد. وبشجعهم يبقوا اكثر وقت هون تيتعلموا اكثر وياخذوا هالنولج معهم على لبنان ويعلموا غير ناس. وانت عم تفكر ترجع تروح؟ اكيد ترجع تروح على لبنان. بتصور بتاخذ الشخص سنتين زمان تيبلش يرجع يحن على بلده وعلى الكالتشر تبعه. بتصور بالمستقبل. شو طموحاتك لوبرا؟ ان طموحاتنا نكبر ونقدر نساعد البزنسز بطريقه احسن، انه يتعلموا يقدروا يعملوا يوزر اكسبيرينس احسن لزبوناتهم. وبعدنا باول الطريق، يعني في مجالات واسعه قدامنا، بس ويمكن وبرا مش رح يكون اخر مشروع بنشتغل عليه. اكيد. هلا معقول تروحوا يعني مع الوقت اذا كبرت تروحوا بابليك تنباع وترجع تبلش شيء جديد؟ ايه، الشركة فيها تروح بابليك وفيها تنباع وفيها تصير لايف ستايل بزنس تطلع لك enough revenue to be happy and successful. في كذا باث فينا ناخده مع الوقت. صح. So it's too early to tell. بعد بكير. شو نصيحتك لهم؟ بتعرف اكيد كل اللبنانية الشباب عم بيحضروا، شو نصيحتك لهم؟ عم بحكي اللبنانية خاصة اللي قاعدين بلبنان. بتصور النصيحة الأساسية اللي بحب أقول لهم إياها للناس هي إنه عمول شيء بتحبه. شيء كتير ضروري الواحد يعمل شيء بحبه، لأنه it's not easy. رح يصير في معهم مشاكل كتير مع الوقت، بس إذا بحبوها للشغلة كل المشاكل بتصير هينة. وتاني شغلة، ما نستعمل حجة لبنان إنه lack of stability بلبنان، أو فكرة إنه الإنترنت بطيء بلبنان ما فينا نعمل ستارت أب. إنه في عنا كونكشن على العالم وعنا good internet. It's not perfect but it's good enough to start an internet company. ومش كل واحد لازم يعمل internet company. مزبوط. يمكن هلا it's trendy. ممكن يكون في أفكار كتير سباقة غير محل بغير مجال. أكيد. وخاصة عنا بلبنان، نحن عنا
we're leaders بالكرياتيفيتي والميديا. مزبوط. طاقة لعنا إياها. 100%. Extremely high. نعم. فلازم نستغل هيدا الشيء ونقلع بلبنان ونرفع راس لبنان يعني. حلو كتير. يعني أنت مستعد حتى إذا هلأ من بعد هالمقابلة حدا شاب اتصل فيك بلبنان قال لك أنا جاي بتساعدني قد ما بتقدر فيك تساعده؟ أكيد. أصلاً يمكن كل لبناني بالتكنولوجيا بيجي على سان فرانسيسكو بتصور بنروح بناخد كافي سوا بنتعرف عليهم بنشوف كيف فينا نساعدهم. فإذا حدا بده يجي من لبنان they need help here فيكم تحطوا لهم الإيميل أدرس تبعي they can reach out. Thank you so much. ونحن بنفتخر إنه في شباب طموحين عم ينجحوا والحلم تبعهم إنه يرجعوا على بلدهم تيجعلوا وطن أفضل وهذا الحلم لأنه ما في شيء بيغير اليوم لبنان إلا الشباب. Thank you. سيليكون فالي بتستقطب عدد كبير من الستارت اب والأسباب كتيرة منها إنه عمالقة التكنولوجيا موجودة بهالمدينة والدولة أيضاً تعطي تسهيلات وتسليفات مالية والقانون بيدعم إنه الشباب يفتحوا شركات. خلينا من بعد البريك نتعرف على شباب لبنانية نجحوا بسيليكون فالي. تعرضت لأول ستارت اب اللي اشتغلت فيها اللي بالآخر فشلت ما كان حدا متوقع تفشل لأنه ما حب أمريكا كانت تجربة ما حبها. لازم الناس يكونوا بالمطارات يتعرفوا على ناس كمان في يقدروا يساعدوهم. Hi, my name is Rami Balut. I'm from Millbrae, California, and I'm the founder and creator of Airlink. Frequent air travelers that fly for business want to be more productive. If only they can make better use of their time waiting for their flights by meeting other like-minded professional travelers in the safest and most intuitive way possible. We're on a mission to make air travel great again. Check into Airlink effortlessly by selecting your terminal, concourse, and the time you'd like to be available to network. Off to the gate you go. Here you'll see a list of fellow Airlink travelers also on the platform. You're matched by check-in time, terminal, and concourse, and of course, overlapping professional experiences. If you see someone you'd like to meet, click on their passport and view all the shared opportunities you have in common. السيد رامي بلوت، أهلا وسهلا فيك ب برنامج أسماء من التاريخ بهالحلقة اللي أنا مبسوطة فيها كتير عن ستارت أبس اللبنانية بسيليكون فالي. هلا أنت ما كنت في لبنان، أنت خلقت هون لأنه الوالد هو اللي ترك لبنان وإجا سنة 1976 وحب يجي يشتغل هون واشتغل بمجال كل شيء مكيفات وإلى آخره. أنت خلقت هون سنة 81 وبيت هون، يعني ما كان شيء كتير بعيد عن المجتمع اللي أنت تعلمت فيه لأنه خلقت هون. بس بعرف أنه كمان رجعت رحت على لبنان كان عمرك 13 سنة. مزبوط مزبوط. يعني هيك بتحكي كتير منيح عربي. ايه تعلمنا العربي بلبنان، تعلمنا العربي بالضيعة actually. رجعنا ب 93، عشت 7 سنين بلبنان وبعدين رجعت على أمريكا لهون، تعلمت بالجامعة اشتغلت 10 سنين رجعت على لبنان مرة تاني بال 2009. نعم بدي أحكي عنهم مفصلة. ايه أوكي. هوني كنت بالمدرسة أكيد وقرر بيك أنه لا بدنا نرجع نروح على لبنان. مزبوط. لأنه ما حب أمريكا كانت تجربة ما حبها. مزبوط. رحت على لبنان كيف كانت هالنقلة يعني لأنه خلقت هون أنت هون ما كانت متضايق هيدا البلد اللي خلقت فيه بس نقلتك على لبنان كان شيء انبسطت فيه أو لا؟ So, أكيد انبسطت فيه بس أول فترة كانت كتير صعبة actually ما كنت أعرف أحكي عربي So, علموني ولاد الضيعة إذا حاضر فيلم بيتر بان هيك حسيت يعني بتضيع عنا يعني كل الشباب
كانوا ما حسيتهم كبروا واخذوا هال اكسبيرينس اللي انا اخذتها لانه كان ايام احداث. نعم اكيد. سو تعلمت العربي بلبنان. الشغله اللي ميزتني ريلي شوي انه كنا نتعلم بيروت المدرسه الامريكانيه وكنا نطلع وننزل كل يوم على الضيعه. سو هذيك الايام ساعه ونص طلع ونازله كل يوم. فهيدي اللي ميزتني يعني كان عندي سيستم امريكاني ما تغيرت عندي كثير بالعلم. نعم. بس بالحياه الاجتماعيه كنا بعدنا بالضيعه. سو رجعتوا على امريكا. ليه رجعتوا تركتوا لبنان ورجعتوا على امريكا؟ انا اخذت القرار لارجع لوحدي على امريكا. نعم. لانه بالنسبه للجامعه جربت تجربه اول سنه بالاي يو بي وحنيت بعدني كنت كثير على امريكا، سألت بدي اتعلم انا هون وكفي كانت حياتي انا هون. بعرف انك تخصصت هون بالأورنج كاونتي بالاقتصاد. مزبوط. الاعلامي. مزبوط. ليه هيدا الاختصاص خاصة انك جت تقلت الى التكنولوجيا وعملت الام بي اي؟ مزبوط. اكشلي كانت نصيحة من البروفيسور قال لي انه انت بتفكر هيك اقتصاديا كثير. نعم. فبين يعني قال بتناسبك الاختصاص لانه البروفيسورات كثير بترتاح لهم وبيرتاحوا لك وبتنجح فيها. واكشلي كان في بروفيسور يعني كثير اثر فيي وهو اللي اعطاني النصائح لفوت بهال. بتندم اليوم؟ لا اكيد لا، لانه هالخبره وصلتك الى عدد من المناصب كمان. مزبوط. شركات كثيره مثل اوراكل. مزبوط. هي ريلي الاقتصاد لكل دومين لكل سبيشاليزيشن لكل اختصاص لازم تكون موجوده، لانه مزبوط. في اشهر الناس اذا ما بيعرفوا بالاقتصاد او يسوقوا حالهم بشغله معينه ما راح ينجحوا. بالجامعة سائبت انه اشتغلت بيع كمبيوترز، سو كنت صلح كمبيوترز وبيع كمبيوترز عن هواية. سو هيدي اكشلي اللي طلعت لي مصاري بالجامعة 4 سنين ونص اشتغلت فيها قبل ما رجعت على البي اريا لهون، وسائبت لان انا من البي اريا طلعت السيليكون فالي هون وكفينا بالتكنولوجي. بعرف انه حضرتك كمان رحت على فرنسا وعملت الام بي اي. مزبوط. ايه مزبوط. من بعد كذا فتره عملت الام بي اي بفرنسا بجامعه اسمها انسياد بفرنسا ابو ظبي وسنغافور، تخرجنا من سنغافور بالاخر. نعم. خبرنا سريعا عن الشركات اللي دخلت عليها مثل اوراكل. ايه سو اشتغلت اول فتره بعد الجامعه كونسلتنج بزنس كونسلتنج مع شركه اسمها اكسنتشر. ضمن اكسنتشر اشتغلت بشركات مثل اوراكل بي اي ادوبي اي بي ام سيسكو اشتغلت فيهم. وبعدين انتقلت لأول ستارت اب اللي اشتغلت فيها اللي بالآخر فشلت ما كان حدا متوقع تفشل اللي هي ماي سبيس اللي كانت قبل فيسبوك. مزبوط. وكانت كتير اختي كانت كتير اختي يمكننا نحن بعدنا. مزبوط. أصغر بالسن. شو كانت تجربتك بماي سبيس وقدي وانت تركت قبل ما يسكروا؟ مزبوط. تركت قبل شهرين ما كانوا يسكروا. ليه كنت حاسس انه واصلين على الفشل؟ اكشلي بلشت لانه شالوا مكنه القهوه وتصدمنا نحن كلياتنا وشالوا مكنه القهوه تبع ستاربكس وطولوا كثير ليراجعوها. وبستارت ابس واحد بيشتغل 16 18 ساعه بالنهار. مين بده قهوه؟ مزبوط. سو بلشوا يطولوا فيهم هالشغلات وكان في عندهم مشروب معين اسمه سليربي وهيدي شالوها وما عاد رجعوها. كمان ليه؟ كانوا عم بيقتصدوا يعني؟ مزبوط. انه كان في وضع كثير اقتصادي كان رح تنبق فيها امريكا بال 2008 2009 قبل ما صارت هالوضع بلشت هالستارت اب تفشل ترجع لورا. وانا وحيد عن بيي كنت دائما انزل على راس السنه على لبنان عايد هونيك وطلب مني اجي لساعده اسس شركه معه. نعم. اللي هي باينلاند هي بوادي حمانه اوتيل وريزورت. نعم. واشتغلت بهالدومين تقريبا شي 7 سنين قبل ما رجعت على امريكا. اخر مره رجعت على امريكا كانت اي سنه؟ اخر مره رجعت على امريكا اخر 2015 او 2016. وانت قررت انه انا ما بقى بدي اقعد اشتغل بلبنان. مزبوط. بدي ارجع وهالمره انا بدي اطلع بفكره. مزبوط. ستارت اب. مزبوط. اللي هي ايرلينكت. مزبوط. فيك تخبرنا عنها اكثر لانه الفكره كثير حلوه. ثانك يو. سو هي الفكره اكشلي اجت من وراء كل السفرات اللي كنت اخذهم بالاخص بالام بي اي البزنس سكول تبعي. كان عنا نحن 3 فروعات بالام بي اي، واحده بفونتنبلو بفرنسا، واحده بابو ظبي، واحده بسنغافور. نعم. سو كنا دائما نسافر على هود الكامبسز. ومن بعد كذا شهر لقينا انه في كذا شخص كذا تلميذ قاعد بالمطار ومش عارف الثاني انه هو كمان موجود بالمطار. نعم. وكثير يعني بالترانزيت وباللاي اوفرز
واحد يعني بيقعد بالمطارات ما بيعمل شيء، بيقعد يا بيقعد على تليفونه يا بينام يا بيشرب يا بيحضر تلفزيون صح بيسكر يو نو هودي الشغلات هيك بيكون اون هيز اون اذا مش معه جروب اكيد. مزبوط مزبوط. فطلعت بهالفكره انه لازم الناس يكونوا بالمطارات يتعرفوا على ناس كمان في يقدروا يساعدون. يعني انا كنت سافر كثير على الصين وعلى سنغافور وعلى ماليزيا، يعني كنت حس انه في كثير ناس في انا اكتسب خبرتهم باختصاصهم ونتحدث على الشغلات ويلي بالبزنس بالمطارات. وحسيت عملت كثير ريسيرش مع بروفيسور بسنغافور انه الشخص بس يكون بالمطار عاده عنده قبول اكثر للصراحه ولا ياخذ ويعطي مع الناس اكثر لانه بالمطار ما في يعمل لا بيعرف انه هذا الشخص مش رح يرجع يمكن يرجع يشوفه right. مرات ان باسنج مزبوط بخبره كل شيء او بخبره شو مضايقه بيكون لايك از باسنج باي شرينك مزبوط اكشلي اكشلي ساعدتني اكثر بالفكره انه حتى بعرسي عزمت 25 شخص تعرفت عليهم بس مره بالمطارات بحياتي كلها وكذا تجربه خاصه لك مزبوط. طب من 6 شهور لك سنتين تشتغل عليها اكيد لوحدك او معك عندي بارتنر شريك واحد بس لبناني كمان منو لبناني اكشن من الفلبين اخته كانت معي بالمدرسه سو بعرف عائلته من زمان ونقلوا هن على الفلبين وقد ايه لكم سنتين عم تشتغلوا عليها لكم 6 شهور مظبوط عملنا لانش من 6 شهور بس وبعرف انه لكم 6 شهور بس وبديت كونترا مع المطار مزبوط مدينا اول كونترا مع مطار سيليكون فالي اللي هي سان هوزي ايربورت من شهرين هيدا الكونترا انه زجبنا نحن ميت اب بقلب المطار ساعات بينتقلوا هن ليشتركوا معنا ويدفعونا يعني مصاري اكزاكتلي قد ايه متامل انه رح تزبط ليكي واحد اذا ما عنده الامل ما لازم يبلش ريلي باي شيء سو لازم واحد ياخد هالفكرة يعني كنت أدو لبي من زمان كمان إنه واحد أحيان بس يفشل بيقولوا عنه هذا كان إنسان أخوت بس إذا بينجح بيحترموه وهذه ريلي أساس البزنس سو عندي أمل كتير لأنه ناس رح يضلون يسافروا وناس رح يضلوا يعلقوا بمطارات وفي هاللاك of communication بين الناس سو هاي بتقربون على بعضهم وبتصور كتير رح تنجح لأنه أنا بسافر كتير وبسافر أغلبية وقت مع ناس مش لوحدي بس وقت أسافر لوحدي كتير بتضايق من النطرة الطويلة right. بالمطار فهذه alternative للناس بالمطارات والمطار هي actually زبون طبعاً لأنه بدها تدعم الناس ليفوتوا ويجربوا محلات تاني ما يقعدوا بذات المحل وما يعملوا شيء منا خطرة يعني ممكن to connect شخص أيدمي مع شخص يمكن يكون عنده rare يعني هي شغلة نحن فكرنا فيها كتير really. بالمطارات في الأحساس الأمان بقلب المطار وبعدين انا عملتها تحديدا للامراه اللي عندها هالاستقلال اللي بتضلها تسافر سو الفيرست نيم اونلي بس نعطينا احنا اسم الاول وبعدين اذا واحد عمل ريكوست للكونكشن هذا الشخص اللي عمل له ريكوست هو بينقي المحل هو بينقي اذا ايه بيعطيه كل المعلومات او لا اكشلي ايه هو بينقي كمان وين واحد يلتقي بالمطار يعني يا بكافيه يا بريستورانت يا ببار يا بمحل انترنت سو في برايفسي في سكيورتي مزبوط نعم طب اليوم انت شو تمنيك لكل هالشباب اللبنانيه خاصه انت يعني غرقت هون بس قضيت رايح جاي على لبنان وشو تمنيك والله انا بتمنى انه لكل شاب لبناني ريلي يلحق طموحاته يعني نحن الحمد لله يعني نحن هون بأمريكا وبلاد هيك الغربية ما منخاف من شيء غير طموحاتنا بينما لبنان بخافوا من شغلات أخرى كتير فبتمنى أنه لكل الشباب اللي نحن هون اللبناني بالأخص نعرف أنه نحن أجتنا هالفرصة وفي 100 مليون واحد يمكن مش 100 مليون واحد 12 مليون اللي نحن اللبنانية ينجح فيها بهالفكرة يمكن أكتر وينجح بمحلهم أكتر لأنه نحن عنا الفرصة وهن يمكن ما عندهم هالفرصة يعني أنت بتعتبر بسيليكون فالي في فرص أكتر من باللبنان في فرص أكتر واحد يحقق اللي بده إياه في بشر you know, في بشر نحن 4 مليون باللبنان وهون عندك أكتر من 270 مليون سو عنا هالفرصة بس بقولهم لكل الشباب اللبنانية يضلون يلحقوا المواهب تبعهم ويكون عندهم قناعة بالحياة لو شو ما كان يكون وما يتطلعوا لبرا كتير لأنه في نجار عنا بالضيعة كان يقلنا أنه بس تضيع المفتاح أول محل لازم يتطلع فيه الإنسان هو بجايبته
So هيدي كتير أنا بأخذها كمان هون بأمريكا وحتى بلبنان إنه كمان اللي الأهداف المواهب اللي عندهم إياها هي شغلي شخصي لازم يكون عندهم قناعة فيها ولو بتاخد وقت مش منه مسج أو instant gratification أو جاي notification معناتها الحياة هي هيك يضل يعطي ويضل يجرب إلا ما يوصل إلا ما يوصل بالنهاية الحياة هي تجربة صح Thank you, سيد رامي بلود ونحن متمنى لك كل الخير وبكي قريباً أنا بشترك معك Thank you. لأنه أنا من مطار لمطار متمنى أشخاص مثلك يشتركوا بأي شيء كمان Thank you so much لك مرسي Thank you so much مع أنه سيليكون فالي مدينة ولكن تخطط اقتصادياً بلدان كتيرة سنة 2015 خلق فيها أكثر من 150 ألف وظيفة وهذا أدى إلى نسبة أرباح بتخطوا 250 مليار دولار خليكم معنا من بعد البريك لنتعرف على شخصيات نجحت بهالمدينة اليوم الإنترنت عمل شيء مش موجود كان من زمان هو كسر الحواجز بين البشر وبين الحضارات والدول وإنت ومهندسين غيرك بالجوجل حبيتوا تطلعوا بفكرة كانت كتير سبيقة ما كانت بوقتها By the way, I'm impressed بالتكنيكال نولوج تبعك ما بتفكر بشي عملي Thank you وما أحدا نفكر فيه وأكيد بينعاز دول كتير عم تحاول تقول نحن هنعمل سيليكون فالي عنا كل دولة بتعمل سيليكون فالي مزبوط Wouldn't it be cool to have a dedicated business line that you can access from any device? How awesome would it be if you could have call and message logs with all your business contacts? Wouldn't your life be made easier if you had access to all your business contacts from your CRM, employee directory, and many more? Wouldn't it be super useful to personalize your business phone line with your own voicemail, business hours, and much more? How about capturing all your customers' interactions in the CRM as well as the cloud? Wouldn't it be amazing to have your own personal assistant to manage all your tasks at hand? What do you need? What if we told you you can have all that and on your daily devices, your existing mobile and personal computer? Here at Belgram, we provide you with an intuitive and modern administration dashboard that allows you to provision accounts for your team, control access, create phone trees and departments, as well as offer detailed analytics to monitor usage. السيد ويليام كنعان، أهلا وسهلا فيك. في برنامج أسماء من التاريخ. أهلا. بهالحلقة المخصصة للستارت أبس اللبنانية بسيليكون فالي. أهلا وسهلا فيكم هون. Thank you. أنت من مواليد جونيه سنة 1975. تركت سنة 2000. وجيت على الولايات المتحدة من بعد ما كنت تخصصت بالإيو كمبيوتر ساينس كمان ليه حبيت ترجع على سيليكون فالي؟ سيليكون فالي هو بغض النظر عن أنه مثل ما بسموها مكة يلي هي مكة تبع العلم والتكنولوجيا نعم إلى كمان هو المحل للناس اللي عندهم طموحات كمان للنجاح بالمجال العملي كمان نعم. يعني هلا فيك تعتبر السيليكون فالي هو مش بس عباره عن كان اول ما خلق من 40 سنه ولا 50 سنه كان محل بس للتكنولوجيا او كانوا يسموه سيليكون هو صح بيعملوا سيليكون شيبس مزبوط هلا صار اكثر مشهور بالسوفت وير نعم وصارت اكبر شركه بالعالم يعني عم تحكي من ابل لجوجل لفيسبوك وكذا أكبر شرك بالعالم موجودة هون كان من ناحية مالية صح. وأكبر
شركة اللي هي موقفة أمريكا على إجرائها بالعالم هلأ ومخليتها اقتصاديا هو السيليكون فالي. صح. بطل أنه مثل نيويورك كان زمان أو هوليوود أو لوس أنجلوس. يعني أنت جاي بدك تحقق حلم هون. ايه في حلم موجود مش عارف يعني شو الله مخبيلي بهالمحل. جيت لهون وهون بتفتح العالم فنشر يعني. كنت تعرف حدا او لا جاي هيك بس مغامرة؟ قدمت على شغل. انا كنت جيت اول شيء كان اول محطة لقلي كانت بكندا بموريال. قدمت من هونيك على شغل وانقبلت بشركة هون. نقلت لهون اشتغلت بشركتين او ثلاث شركات صغار. واحدة منهم اكشلي مش كتير صغيرة بس كانت نتسكيب اللي هي كانت اول شركة من الشركة اللي صح. بلشت الانترنت والبراوزر صح. وبعدين بعرف انك نقلت على جوجل. نقلت على جوجل ايه بعد اربع خمس سنين نقلت على جوجل. نعم. وبقيت معهم تقريبا 8 سنين ونص بقيت لسنة 2014. طيب جوجل كيف لقيت انت هن they approached you او انت عرفت انه في job opportunities ورحت قدمت؟ لا والله انه واحد مثل ما بلاقيها مرات بفكر انه نحن معودين انه لازم تعرفي حدا وبدك واسطة ما بتصير وبدك أصلاً. مثلا احكي لي مع فلان او كذا. لا كانت بشكل كتير بسيط. انا رحت على الانترنت قاعد بكافي شوب بويك اند طلعت على محلات بجوجل وقدمت على كذا محل انه كذا جوب بيعجبوني. تفاجأت انه بعد يومين ثلاثة بيتصلوا فيي وبيقولوا لي انه بدهم يعملوا معي انترفيو على التليفون اول شيء. فكانت بشكل سريع يعني ومفاجئ. فعملت انترفيو مع مدام يلي هي كانت بعدين صارت المانجر تبعي وبعدين قالت لي عجبتني كثير يعني على التليفون بنحب نجي نجيبك على الشركه لتعمل انترفيوز مع ناس ثانيين. فجيت على الشركه وكان في كان يومتها الانترفيوينج بروسس بجوجل كثير معقد يعني عملوا لي انترفيو تقريبا شي 9 اشخاص يعني مهندسين فكان شوي بس الحمد لله مشي الحال يعني وفتنا على الشركه. شو هن البوزيشنز؟ بعرف انه بثمان سنين واحد بيتنقل كتير من محل لمحل. شو هن يعني البوزيشنز اللي وصلت عليها او اللي تنقلت فيها؟ بلشت اول شيء فتت على الانجينيرينج ديبارتمنت بجوجل اللي هو من الديكور يعني اهم شيء بجوجل يعني هن بيعملوا كل المشاريع وبعدين انتقلت بلشت اشتغل مور اكثر برودكت يعني على هيدا. فتحت لي يعني مجالات ما كنت بالأول يعني كنت بالأول مركز شغلي أكتر تقني أو في أكتر نارو فوكس يعني بعدين صار توسع أول شيء السكوب تبعي وبعدين انتقلت صرت أشتغل على برودكت بارتنرشيب واستراتيجيك ألاينسز يلي هو كيف تعملي يعني علاقات استراتيجية مع شركات تانية. مينلي كان شغلي ب علاقات مع شركات اللي علاقة بالموبايل اندستري. ليش؟ لأنه جوجل هي الموبايل بعرفي من وراء اندرويد وكثير مهم بالنسبة لها هال. أكيد. فكان هلأ من أول سنة دخلت فيها بجوجل أنا كان عندي طموحات أنه أعمل شيء. بتعرف نحن اللبنانية عندنا كثير كرياتيفتي لوحدك تحقق او تاسس شركه. صحيح. لا وحدك من هيك سنه 2014 تركت. أكيد. وانت ومهندسين غيرك بالجوجل حبيتوا تطلعوا بفكره كانت كثير سباقه ما كانت بوقتها اللي هي اللايف فيديوز يعني واحد يطلع فيهم دغري على الفيسبوك او على اي اب. صحيح. يعني الفكره انتم سبقتوا فيسبوك عليها. صحيح. وما نجحت لانه كانوا ما حدا ايمن فيها. صحيح. مثل ما بيقولوا انه لما واحد يعمل برودكت لازم يكون ذا رايت تايمينج. مرات بيكون قبل ما بتزبط يعني العالم بيكون مش جاهزين لها مش متفاهمين شو هي الفكره. فطرحناها على كثير مستثمرين يعني في سيز بيسمونهم فنتشر كابيتال ما امنوا فيها افتكروا يعني في تايمينج مثل ما قلت انه في وقت معين لاختراع معين. صحيح. مرات كثير مسبق مرات مأخر. صحيح. فما كتير انا ضليتني كثير ايمن فيها بشكل قوي بس كمان الفريق تبعي التيم تبعي شوي صار عندهم نوع من التراجع او الخوف انه اذا العالم كله مش عم تأمن فيها مع انه كم واحد امنوا فيها معناتها هالفكره ما حتزبط. يلي صار انه لما
يعني نسيناها للفكرة. بعد كم شهر ست شهور فيسبوك أو غيرهم بلشوا يطلعوا وصارت الشغلة أكبر شيء بالعالم. يعني تزعل بتحس حالك أنه كان لازم مزبوط بس هذا يمكن بيخليك حافز أنه لا ما بتجي بدي شو ما كانت الفكرة بدي أعملها. مزبوط. هلأ في كمان كواحد كأنتربرنور يعني عنده إياها بدمه الواحد مش ما بيكون عنده فكرة واحدة أو إنه إذا ما زبطت خلص إنه هذه هي that's it. أكيد عندكم أفكار كانت في أفكار تانية ودائما في مجالات و opportunities ب products تانين نعمله. إنه كان في عندي أفكار تانية وكان في شغلات شايفة أنا بالسوق كانت لازمة لتنعمل لحتى تساعد الرجال الأعمال أو business people بحياتهم العملية اليومية. فلما كنت أشتغل بجوجل كنت لاحظ إنه لما عم أشتغل عم نحكي مع زبونات أو نحكي مع شركاء partners كتير من الأوقات أو غالب الأوقات بينسى الواحد إنه شو نحكى خصوصاً لما بيحكي مع ميات الكاستمرز أو ميات البارتنرز خاصة إذا ما في ميل في إذا كله فون conversation على التليفون أو على الفيديو في مش إنه حتى لو سجلتي ما حيرجع الواحد يسمع آلاف الساعات من الفيديو ومش بس لقاله للموظفين التانيين فلقيت إنه فكرة لما واحد يحكي على التليفون أو على الفيديو كل شيء في فويس نقدر نعمل نحول هالفويس لتكست يلي هو نص يعني ونقدر نعمل له اندكسينج يعني نحطه بفهرس نفس الشيء كل المساجات اللي بعتون SMS أو كل شيء فويس ترجعوا فيه للسنين اللي بدنا إياه سنين بنعمل الاندكس مثل جوجل سيرش يعني وبتقدر واحد يفتش عليه بالتليفون على الموبايل أو على الديسكتوب. نفس الوقت عملنا لقينا أنه كمان حتى لو عملنا هيك كيف فينا نربط هالبرودكت هيدا بالابليكيشنز التانين يلي مثلا بيستعملون الشرك بالمجال العملي مثل سيلز فورس مثل جوجل ابس مثل مايكروسوفت 365 مثل في شيء اسمه هلا ماسنجر هون بيستعملوه اسمه سلاك كثير مشهور بالمجال بالبزنس انفايرومنتس. فربطنا نحن الابليكيشن تبعنا بكل هالابليكيشنز التانين وعملنا شو مسار كونفرسيشن ينزلوا بالارشيف عندك 100%. فنحن بينزلوا هونيك ونفس الوقت كنت تقريبا سنتين عم تشتغلوا عليها وعرفت انه من كم اسبوع اطلقتوها على اهم بورتل للتكنولوجيا اللي هو تكرانش. صحيح. نحن عملنا لنا سنتين عم نشتغل على المشروع. اول سنه كان لبناء عملنا يعني الديفلوبمنت كله للمشروع للبرودكت وبعد سنة بلشنا نجيب زبونات يستعملوا. بقينا تقريبا سنة بسموها هيدي الفاز بيتا يعني عم يشتغل على المشروع بس في تزبيطات وفي تصليحات بتنعمل وفي اشياء بتنزاد وبتنقص. نعم. بهالفترة هيدي كنا عم نشتغل مع تقريبا 5 زبونات لحتى يساعدونا بس عم يشتغلوا مين دعمكم؟ لقيتم ناس استثمرت بفكرة هون ومنهم لبنانية أو لا؟ في ناس أشخاص لبنانية أمنوا فينا كمان من رجال أعمال وأعطونا مصاري ونحن كمان حطينا مصرياتنا يعني كنا. وشو اسم الأب؟ اسمه بلغرام. الاسم إجا من ألكسندر جراهام بيل اللي هو المخترع تبع التليفون. نعم. اليوم بعرف إنه كمان طورتوها لبلغرام إنه مش بس واحد اندكس يعني بحط بالفهرس كل شيء بفوت عليه بتسمى ولكن كمان عندكم فيرتشوال اسيستنت يعني بيقدر واحد يطلب منا انه تأيد تذكره تبعت ايميل له للبزنس تنقول بارتنر تبعه يعني كتير حلوه الفكره لانه كلنا ضايعين ومش كل الناس قادر يكون عندها اسيستنت. صحيح. باي ذا واي ايم امبرسد بالتكنيكال نوليدج تبعك يعني نحن اول ما بلشنا المشروع كان في افكار اكيد لما ينطلق المشروع يعني هذا كل واحد بيعرفه اللي بيشتغل بهالدومين انه مش الفكره مثل ما تبلش بتضل مثل ما هي خلال كل بيقدر الواحد يظبط يزيد او يشيل على هيدا والتكنولوجيا بتتغير بسرعه. فما انه نحن بلشنا المشروع لقينا انه لازم نزيد عليه شيء بسموه artificial intelligence يعني to power the product by artificial intelligence. فزدنا عليه هيدا الاسيستنت يلي من الشغلات يلي بنعملهم بالبرودكت بنتنبأ لإلك مين هن الأشخاص اللي لازم تتصلي فيهم. هلأ ممكن يكون هالشخص موجود على الكالندر تبعك
ممكن ما تكون بتعرفوا. يمكن ما تكون بتعرفوا. يعني انتم بتعملوا مثل فلترينج انه هلا على كم شهر كارن مين حكيت مين اتصلت شو كور بزنس تبعها، بتنصحوا انه لازم تحكي مع هذا الشخص او هالاشخاص الكومبانيز لانه ممكن انه يصير في شغل بينهم وبين. صحيح. وممكن منجيب هال منسميهم سيجنلز او هال المعلومات يلي من نستنتج من الكالندر، مستنتج من مين اكثر شيء اتصلتي فيه من محلات تاني نحن، لانه عاملين كل هال رابطين البرودكت بابلكيشن ثانيين، بنستنتج ومنقترح عليك انه يمكن هيدا الشخص اللي بتتصلي فيه. فانت لما تشوف هيدا بتقولي اوه مزبوط لازم انا هذا اتصل بهذا الشخص. هيدي وحده من الشغلات نعملها. ومثل ما قلتي كمان خلال المكالمه مع مثلا زبون او مع شخص تاني، عم نحكي دائما بالمضمون تبع البزنس، ما في شك. بالحياه العاديه بيدخل مثلا كذا شخص على اجتماع وبيكون مثلا عم تحكي على التليفون، مرات بيكون في اكثر من شخص وبيطلب واحد من حدا يساعده انه والله خذ نوتس او اعمل لي مثلا فولو اب ميتنج لاسبوع الماضي او الاسبوع الجاي. ولا هلا نحن قلنا اكيد هذه الاشياء ممكن تضلها موجوده، بس نفس الوقت اعطينا الاشخاص الاوبشن انه يقدروا يعيطوا او يجيبوا فيرتشوال اسيستنت تبعنا يلي هي ديجيتال منا شخص، ويطلبوا منا انه مثل ما قلتي تعمل سكيدجولينج لميتنج جايه او تعمل مثلا تاخذ ميتنج نوتس وتعمل لهم ترانسكريبشن يلي بتحولهم من فويس لتكست وتبعتهم للاشخاص الموجودين كانوا على المكالمه، ان كانوا واحد ولا اثنين ولا عشرة. نعم. فهيدي من الشغلات يلي بنعملها. وعم نعمل في اشياء ثانيه كمان حنعملها بالمستقبل القريب. يعني احنا مؤمنين انه اكيد رح تنجح كثير هالستارت اب. انا كمان عندي احساس لانه عم بتفكر بشيء عملي. ثانك يو. وما حدا فكر فيه واكيد بينعاز لانه نحن بعصر السرعه وما عندنا وقت نقعد نفتش على شيء. ما في شك. كل شيء قطع من دقيقه ما بقى نفكر فيه او ما بقى فينا نرجع له. نعم. هلا واحدة من الشغلات يلي بتخلي الانتربرنور يلي عامل ستارت اب والاشخاص اللي عم يشتغلوا على هيدا بتخليهم ماشيين هي ايمانهم القوي بالفكره اللي عم يشتغلوا عليها وانه هالفكره حتنجح. هيدا الشخص لانه الـ يعني نسبه المصاري اللي بيكون واحد اللي عم بيطلعهم بالستارت اب بالمقارنه مع مثلا المصاري اللي عم بيجيبهم من شركه مثل جوجل ما فيك تقارني. نعم. يعني ممكن يكونوا 3-4 مرات اكثر بشركه مثل جوجل ما عم يطلع بالستارت اب. مزبوط. بس بيكون عم بيحقق حاله وعم بيحقق شغفه. صحيح. وحلمه. صحيح. اللي هي ما بتتمن. في غير الـ يعني الجهه الماليه في شغله ما بتتمن يلي هي الساتسفاكشن اللي بيكون عنده للانسان عم بيشب يعني بيقدر تشبع نفسه من الفكره يعني اكتفاء ذاتي من مزبوط بيبقى مبسوط انه حقق شيء وهذا هي احلى شيء بالحياه. وساعد العالم يعني وين بتصير اذا بتقدر اكيد عم بتساعد انه العالم يكون افضل وعم بتساعد العالم انه يقدروا ينظموا حياتهم اكثر وتسهل لهم حياتهم 100% انه كيف كوين يكون مور برودكتيف. هذه الكلمه اللي هي انه كيف نقدر نخلي شغلنا يصير اسرع اكثر افيشنت يعني اكيد أكتر بينتج اكثر وكيف يكون الشغلات بتقدر يرجع لها الواحد ويقدر يفتش عليها. صح. بطريقه سهله. كنا عم نحكي تحت الهواء وشي لفت لي نظري عم تقول انه سيليكون فالي عندها سر من هيك فيها جاينتس فيها عمالقة التكنولوجيا فيها يعني اقتصاد عالي يفوق ايضا يمكن اقتصادات بلدان مع انه هي منطقة. شو سرها؟ هل هي الجامعة ستانفورد جامعة بيركلي هي البيئة هن كل شيء؟ صحيح. هلا العالم دائما كل الدول كثير عم تحاول تقول نحن هنعمل سيليكون فالي عندنا، كل دوله بتعمل سيليكون فالي. مزبوط. هلا كل دول العالم ان كانت اوروبا ولا دول اسيويه ولا جنوب امريكا اللاتين وحتى الميدل ايست عم يحاولوا يقلدوا او يعملوا خلينا نحن نعمل سيليكون فالي ببلدنا. الكل بيقدروا يعملوا شيء يعني، بس سيليكون فالي اللي كان عنده شغله مميزه يلي اذا العالم بيقدروا يعملوا شيء مثله ممكن يحققوا شيء قريب. بس الشغل المميز هون انه في جامعتين من اشهر جامعات بالعالم
خصوصاً بمجالات الهندسة يلي هن ستانفورد وبيركلي. صح. وحتى الكوريكلم تبعهم يعني البرنامج الدراسي كتير بيوجه التلاميذ بالجامعة على الإبداع، إنه هن يكونوا كرياتيف وهن يعملوا البزنس تبعهم. هيدي الشغلة مش كتير موجودة عندنا نحن، عم نحكي عن لبنان كمان. ما في شك. مع إنه في عنا تلاميذ كتير شاطرين كتير ذكية. ونحن عنا بوادر يعني إذا بدك من الناس هن ما بينطروا الجامعة، يعني بتشوفوا بتخرجوا هالشباب من لبنان هن عندهم إبداع، هن عندهم طاقات عم بيحققوها، وأكيد في جامعات عم في إمارات عندهم بروجرامز عم بيسندوهم. صحيح. أكيد. هلأ في الجامعات هن عامل واحد، في عوامل تاني مهمة يلي هي في مصاري موجودة هون، مش بس هلأ عنا بلبنان في مصاري موجودة، بس هون شو الفرق؟ في مصاري وفي ناس مستعدين أنه يحطوا مصرياتهم بمحلات فيها ريسك. صح. ايه في مجازفة، يعني مثل عم شوي عم بيقامر الواحد بالمصاري، بس لقوا أنه بعد تجربة لقوا أنه إذا بيحطوا مثلا مصرياتهم بعشر شركات وتسع مشاريع فشلت ومشروع واحد نجح، طلع مصاري اللي كل الخسارة وطلعوا قد عشر مرات زيادة. ما في شك. فمشان هيك خلقت فهودي اللي بسمون فانشر كابيتالس، اللي هني ناس مستعدين يجازفوا ويحطوا مصرياتهم بشركات فيها ريسك. والعامل الثالث كتير كتير مهم كمان هو الريجوليشن، انه بشكل عام بأمريكا الدولة خلقة نظام لرجال الأعمال أو للعالم دي يعملوا بزنس كتير مسهلين. ما في شك. وكاليفورنيا أكتر كمان من الباقيين. سيليكون فالي خاصة. سيليكون فالي خاصة. كل هالعوامل هاي دي بجمعية مع بعضها بتساعد. في جذبة كتير عالم من كل أنحاء العالم يجوا لهون ليعملوا شراكة. إنه خلت سيليكون فالي يكون هو. صح. سيليكون فالي. مع إنه سؤالي الأخير لك هو إنه مش ضروري لبنان الشاب يجي على سيليكون فالي تا يبلش شركة. أكيد. ناجحة. 100%. في بلشها بلبنان وفي كملها بلبنان، وإذا نجحت كتير ساعتها بتفتح له آفاق محل. لأنه أنت عم تقلي إنه سنة بسان فرانسيسكو تصرف فيها قد 10 سنين بلبنان قد ما إنها غالي. اليوم الإنترنت عمل شيء مش موجود كان من زمان، هو كسر الحواجز بين البشر وبين الحضارات والدول. اللي الشخص الموجود بلبنان وعنده أكسس على الإنترنت مثل الشخص الموجود بالسيليكون فالي بسان فرانسيسكو أو. بيتواصل مع الجميع. بيتواصل مع الجميع، بيقدر يعمل بروغرامينج، السوفتوير اللي بده يعمله هون بيقدر يعمله هونيك، هو قاعد عند أهله. بكلفه مثل ما عم تقولي إنه 10 مرات أقل، وبيقدر يجمع ناس حوالي، بيقدر يروح على محلات يجيب كمان معلومات تقنية، ويعني ما في شيء ما بيقدر يعمله تحت تقريبا ما بيقدر يعمله هون. هلأ لما يعملوا المشروع ويبلشوه وبعدين يصير في نوع من النجاح أو بلش يتطور المشروع، فيهم بعدين يجوا لهون ويكملوا ويوسعوا هيدا. بس أنا بنصح الناس إنه مش دائما يكبوا حالهم يجوا لهون، إنه السيليكون فالي لازم نبلش المشروع هون. أنا بنصح العالم يبلش المشروع هونيك. إذا نجحت وكبر ساعتها بيقدروا يجوا لهون أكيد يطوروا أكتر كمان. صحيح. أنا أكو حل أكيد قصة نجاحك وقصة ستارت أب، بنقول لك جود لك، لأنه أنا أكيد رح تنجح كتير. وبعرف إنه الحلو إنه أنت أخذت خبرة كمان كموظف بجوجل وغيرها قبل ما أنت تطلع بأفكارك، وهيدا بتصور خبرة كتير مهمة. مرسي. نتمنى أنه بخبرتك وبكل طاقاتك كمان ضلك إيدك بإيد هالشباب اللبنانية، ونرجع نشوفك كمان بلبنان، لأنه منعوز كمان يعني ناس مثل حضرتك. مرسي. أنا مستعد ساعد ناس مثل ما أنا تساعدت يعني، وبشكل خاص لبنانية. ونحن هون في جمعية بالسيليكون فالي اسمها لبنت. نعم. من الناس الرجال الأعمال خصوصاً بالمجال التكنولوجيا بالسيليكون فالي، ودائماً بنعمل بنجيب ناس من لبنان ونجتمع معهم نعملهم أدفايزينج استشارات، ومستعدين نكمل هالشي وحتى نطوره أكتر. نعم. رسالتك للمشاهدين، وأنا أكيد رح يجيك كتير اتصالات. أوكي مرسي. تعرفت سيليكون فالي سنة 1971 وسميت بهالاسم من وراء مادة السيليكون اللي هي أساس كل المواد الإلكترونية،
مثل ما بنعرف انه سيليكون فالي هي على خليج سان فرانسيسكو وهو بشمال ولاية كاليفورنيا. البكي بكي والاهل وبتعرفي الواحد بيفقد. اليوم بتندم انك جيت على امريكا وتقول يا ريت بقيت بلبنان او لا؟ سو قلت خلينا ندرس محاماه لتبلش لنعرف كيف البلد بتدور، كيف بدنا فينا نشتغل فيها. معك حق. صاروا يعرفوا انه انت المحامي اللي بتساعد كل حدا جاي من برا وما عنده ورق. انا ايه مثل كل لبناني تاني انه ما بده شيء ويوقف بدربي. Haitham Balut, and I'm an immigration attorney. I have been in practice for the last 26 years. My goal was and remains to give people a chance at the American dream just like I had. Look, I was in your shoes once. I came to the U.S. at 14 on a student visa, and I hired my first lawyer at 16. An experienced and a reputable lawyer by your side adds a tremendous value to your case. Our clients come from all over the world because of our experience, our success record, our knowledge of the law, and our open channels. We communicate with you, we return your calls, and we update you on your case. Immigration law is very complex. For one thing, and in most cases, we give you hope. We discuss all options with you and choose the most desirable an affordable option. And don't just take it from me. See the over 100 reviews we have from grateful clients. Whenever you're ready, give us a call and we'll be sure to help you. الأستاذ هيثم بلوط، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسماء من التاريخ حصريا من سان فرانسيسكو. بدي أتشكرك لاستضافتك نحن والجميع ببيتك. بعرف انك محامي وسمعتك يعني حلوه كثير، وبعرف انه قد ايه عم بتساعد كل اللي بيجوا وما عندهم اوراق ثبوتيه او رسميه تيبقوا بالولايات المتحده. بس بدي استوقفك على طفولتك. بعرف انه تركت لبنان كان عمرك بس 13 سنه. نعم. وخبريه كثير حلوه، بحب انك سريعا تخبرنا عنها لنعرف كيف انتقلت من مريم اللي حتحمينا وجيت على الولايات المتحدة. هلا وشي، اهلا وسهلا فيكم عندي هون. طفولتي الحقيقة غير عن الغير. اوف كورس تركت لبنان، حطتني امي بالشام بباص، قالت لي بتروح عند الماما والوالد. اوف كورس قالوا لي هي 300 دولار بتروح على عند خالك بالكويت. قلت لها شو بدي فيه 300 دولار؟ كتار خدي لك 200. قال اوكي خلي معك 200. طلعنا بالباص، وصلنا على العراق العبدلي على حدود الكويت. لك وين كارت الزياره؟ قلت له شو هيدا؟ بدها كارت زياره لتفوت. طلع ما عندك كارت. ما عندي شيء. رجع على البصره شهرين ونص ب 200 دولار. ساعتها تمنيت يكون معي مصاري اكثر. وين هون لو رجعنا فتنا على الكويت، وكان خيي هون البلد خليه معي هشام. ايه هشام اللي عنده الباين لاند اكشلي. قال لي اوكي هلا بتجي لكن على امريكا. بعت لي القبول ورحنا واخذنا فيزا بالحلاش وجينا لهون، والله وفقنا. انت تركت لبنان بال 1975 76 وصلت اي سنه على امريكا؟ ما طولت كتير بالكويت، شي 6-7 أشهر. تقولوا لي تروح على المدرسة، اللي ما بروح على المدرسة، جايين من لبنان مش معودين على مدارس الكويت، الانيتي مدارس الرهبات يعني. نعم.
So, نطرت لإجا القبول على أمريكا. حلو كتير. وصلت لهون أكيد كيف خياك الأكبر منك. نعم. وأكيد فتت على المدرسة. كيف كانت هالنقلة لإلك؟ يعني غريبة، ضيقت، صعبة أو لا كنت محمس أنه مجتمع جديد، بلد جديد؟ الحقيقة التحميس اللي كنت محمس له أكثر شيء أنه أدرس، لأنه كنت بلا مدرسة. أنا تركت كاتريام. نعم. وكذا سنة بلا مدرسة الحرب. So, أكثر شيء محمس للدراسة كنت، بس الصدمة كتير. البكي والأهل، وتعرفي الواحد بيفقد. خلاص يعني كتير تأزينا الحياة، وكنا صدمة كبيرة لإلنا نعيش بهالجو. جاي من مدرسة كل العالم تعرفي كما بتحكي لإنجليزي، لك ما حدا بيهتم فيكي. سو مشان هيك صدمة كبيرة الحياة. ايه يعني ما كانت هينة أبداً. وكانت قد حالك. بس ندرس هاي سكول، مين بيدرس من 9 ساعات؟ الديكسيونير يعني اكيد، لانه اللغة الانجليزية كمان ما بتعرفت. من الانجليزي الفرنسي كل الوقت هيك. مش هينة. وبعرف انك فت عملت هندسة. نعم. 4 سنين. ولكن ما وقفت هون، حبيت تعمل محامي. نعم. علما انه بامريكا تتعامل محامي بده يكون عندك اكيد ليسانس قبل، يعني يكون مزبوط. عندك بي اي او بي اس قبل ما تفوت تعمل محامي. ليه قررت تعمل محامي؟ الحقيقه المحامي دكتوره، معك حق. خلصت محامي ميكانيكال انجينير، وكان بعدنا على ستودنت فيزا، انه قال سعد بدك ترجع على لبنان، مهندس بده يرجع على لبنان، وبعد ما عندي المؤهلات، ما عندي الوراق اللي بتخليني اقعد هون. مشان هيك قلت اوكي منوقف هون ومنروح على لبنان. بس لبنان ما في راجعه كان، والاميجريشن وصلت الله. بعدين رحنا عند محامي كمان ما عم بيساعد كتير. قلت يا صبي للواحد يقلع هون، بدك تحط شد اكثر، يعني بده واحد يشد اكثر. وجبنا جرين كارد بهالوقت، من تلميذ لجرين كارد، كانوا اجوا اهلي بعد شي 10 سنين. جيبوا لي الجرين كارد، بس اجى الجرين كارد خلص هيدا بدك تضل هون، لتضل هون مهندس ما راح يقبل فيها. يلا كفي يا صبي، رجعنا رنا نروح على المحامي. كنت تحبها يعني او بس انه بدك تستمر بشغل الحقيقة المهم. ما عندنا حدا بالعائلة محامي. نعم. ما بعرف شو المحامي، بس بعرف هالبلد بدها محامي، بدها الواحد يكون يعني very immersed in the law، لا يعرف يمشي حاله. صح. So قلت خلينا ندرس محاماه لتبلش لنعرف كيف البلد بتدور، كيف بدنا فينا نشتغل فيها. معك حق. وقت صرت محامي بعرف انه دخلت الى مكتب محاماه توساكيسيون. نعم. شو هي المشاكل اللي اكثر شيء شفتها وجربت تعالجها كمحامي؟ الله يرضى عليهم، تو ساركيسيان لا فيرم اخذوني اول سنه سنتين. الحقيقه المشاكل اللي ما شفتها اللي عجبتني كثير، لانه بيشتغلوا هني شغلهم بالطلاق بالكونتراكت، ما زبطت معي كثير. انا كنت احب الاميجريشن، انه ساعد عالم يضلوا هون، ساعد عالم انه تو ميك ا ديفرنس ان وانز لايف. سو مشان هيك اخترت الاميجريشن، لان للعالم اللي اجوا مثلي وبدوني ياسسوا حالهم بامريكا، لنعرف نساعدهم تو ميك امريكا ذا لايف ان ذا هوم. يعني انت كان شغفك انك تساعد الناس تما تتعذبت، ما انت وقت جيت تتعذبت ما عندك وراء ونطات الجرين كارد والى اخره. مين اكثر ناس بتواجه هالمشاكل اليوم بامريكا؟ ما بتسوق اللبنانيين لانه عم بيوصلوا مع الوراق المطلوبة على أمريكا. اللبنانية عانوا بالأول. نعم. هلأ صاروا إيه، لأنه إجا فترة اللبنانية طلبون مثل غير البلاد يعني ليسجلوا حالهم، وكان فيهم كتير كمان غير قانونية. نعم. سو هلأ تقريبا كل اللبنانية زبطوا حالهم، بس هلأ الأغلبية اللي مش مزبطين حالهم هن اللي بيجوا من لاتين أمريكا. نعم. سنترال أمريكا، مكسيكو. نعم. هودي متغلبوا كتير، ويل بي سوربرايز في كتير حتى من أوروبا، إيطالية، ايرش، ما عندهم اوراق، بيجوا بيبقوا يعني. سو انت بتساعد الكل. صاروا يعرفوا انه انت المحامي اللي بتساعد
كل حدا جاي من برا وما عنده ورق. مزبوط مزبوط. تقريبا I'm their last stop قبل ما يطلعوا على الطيارة يفللون أو يبقوا أو يبقوا. قدّي من النسبة من الناس اللي عم تقدر تساعدها والنسبة اللي ما عم تقدر عم يفلوا؟ تقريبا القضايا اللي منخدها ما بدنا نحكي أعلى من 90-95%، بس لنكون بالشي بقوله بالوسعة 95% بالضبط. الله راد. إيه. 1992 أنت تركت المكتب المحاماه وقررت تفتح على حسابك. مزبوط. ليه؟ لأنك لبناني طموح. اللبناني يوجلي ما بيحب يشتغل عند غيره، بيحب مزبوط. يكون عنده مزبوط. شغله. أنا إيه مثل كل لبناني تاني إنه ما بده شيء ويوقف بدربي. شغلي مع محاماة تانيين حسيت في حيط. ليش؟ يقفوا بدربي. مزبوط. خلينا نفتح الحيط ونفوت في إنه يعمل واحد بده إياه. وهيدي أمريكا هيك شغل وجد، والحمد لله كمان بلاقي الشغل بلاقي كتير هون. نعم. بدي أحكي شوية كمان قدي بتساعد الستارت أبس اللبنانية. اليوم هالحلقة مخصصة إلون، واليوم كتير مبسوطة أنا أنه عم بقدر خصص حلقة للشباب اللبنانية اللي عم بينطلقوا بسيليكون فالي. قدي بتساعدهم وكيف بتساعدهم؟ أنا الجنرال كونسل تبع اللبنات. نعم. هيدا فخر إلي وبتشرف أنه اللبنات ليش عم يشتغلوا قداش عم بيساعدوا ستارت أب لبنان. أول شيء بدي بلش بنصيحة صغيرة لهالشاب اللبناني أو الصبية اللبنانية. الحقيقة عم شوف صبايا كتير اليوم which is makes me proud. أكيد نعم. أكيد العنصر النسائي ايه. مهم جدا. Very good. So نصيحتي إلهم إنه ما يكسبوا على السفارة بلبنان. كذبة السفارة شو رايح تعمل شو رايح، إنه يكونوا صريحين معهم، لأنه هيدا بعدين بتعملوا مشاكل كتير بعدين. نعم. لأنه الأمريكان بيعرفوا كل شيء. Exactly. نعم. شو أيلون اي شيء بينكتب للسفاره بيطلع هون، اي والبوليس حتى في شو قايل بالسفاره 10 سنين من هلا. سو هيدا يكونوا صريحين معه وواضحين، وعاده مع الاماكن الصراحه بتمشي. مزبوط. واللي بده يجي لهون يعمل يشتغل المزبوط، يعني يسال محاميه يعرف حاله وين بده يقعد، شو بده يعمل، كيف بده ياسس حاله هون او تاسس حاله الصبيه. سو هذا مهم جدا انه يكونوا على وعي، ما يجوا انه اوكي بعمل هيك وبلعب على يعني تكون هيك. هجره منظمه، اغتراب منظم وعلى اسس مزبوطه وقانونيه. اكيد الامريكان ما بيمسوا، بتمشي معهم مزبوط، ما في شيء بينسى. سو ينعمل ما في هون لعب، اوكي بعمل الطريقه وبستعمل الطريقه ما في يحتال اكيد. لا هيدا مش على شجع الشاب والصبايا الجايين هون ما يشتغلوا هيك. نعم. بس يوصلوا لهون. قد ايه اليوم في نسبه لبنانيه عم بيجوا ويبلشوا شغل هون وعم تتعرف عليهم وعم تقدر تساعدهم؟ والله عم بيصير من خلال اللبنات، يعني لنا الشرف عم يجي عالم كتير، بس عم ومنيح انه عم يرجعوا على لبنان لانه شغلهم بلبنان. سو كمان رجع على لبنان مش بطالي اذا شغله ماشي هونيك. نعم. بس اللي عم يجي اللي بنساعده انه بده مساعده عم نساعده، اللي بده يعمل انفستمنت عم نساعد فيهم، اللي بيتجوز اللي عنده عائله هون امه بيو خيو عمه سته بيقدموا للعائله كلهم هودي بنساعدهم يضلوا هون. نعم. لك 40 سنه تقريبا بامريكا، شو هي الامور اللي سهلت لك اياها هالبلد وشو هي الصعوبات الكبيره اللي واجهتها؟ أول شيء اللغة، المجتمع. وصلت لهون إنه ما في حدا بيقول لك وين رايح وين جاي، ما في ضيعة، ما في أمك بيك، في يعمل واحد بده إياه هون، ما حدا عم يشوف. وهون بترجع الحمد لله التربية، إنه أهلك إنه هيدا اللبناني جاي وعنده انتجريتي، عنده شرف، عنده بيشتغل مزبوط. سو هيدا هالفريدم كتير أول شيء صدمتني. حرية يعني كانت كتير كبيرة. بيرسونال حرية إنه بس إيه؟ ما أنت ما رح تستغل هالحرية لأنه أنت عندك أسس وقيم كمان مربى عليها. وهيدا بتمنى وبعرف كل لبناني عنده إياها هون، إنه ما بتشوفي عالم كمان بيشتغلوا غلط قليل جدا كمحامي بعرف. نعم. ليه
بيجوا لبنانيين يشتغلوا شغل غلط جايين هون يشتغلوا يأسسوا حالهم وهالبلد it's my second home بلد تاني هذا بيتنا صار بده الواحد يعامله بالخير ولأنه عم نستثمر فيه صح وعم بيساعدنا وعمل معنا معروف طلعنا من الحرب ما فينا غير نشتغل غير هيك نعم اتجوزت ليندا نعم زوجتك تليانية يعني كمان مختربة مثل حضرتك تعرفت عليها كتير مهضومة ولذيذة شو غير بحياتك انك تتعرف على شخص وتحبه وتشاركك بحياتك وعندكم اربع اولاد بجننوا بدي احكي كمان عن بنتك بطلة الفوليبول بالولايات المتحدة بسان فرانسيسكو خبرنا عن لقاءك اول شيء بدي اقول لك كيف تعرفت على مرتي رحت على ايطاليا ادرس سيمستر ورحت على الفاتيكان وين يوم اللي بدي اروح اول اوقات اترك ايطاليا بلا اروح على الفاتيكان رحت اليوم تعرفت على مرتي هناك inside the Vatican so يوم خير كان هيدا بال 89 وبنتي اليوم نفس الشيء اللي علمونا يا اهلي عم نعلمهم بالجد وبالشغل وبتوصلوا حلو وهيك صار حلو عشان هيك مشهورة هون بتروح على لبنان بتزور لبنان تاخد عائلتك على لبنان ولادك بحبوا كتير لبنان ومنروح قد ما فينا أربع أولاد ومدارس صعبة شوي بس عم نحاول نروح الوالد والوالدة هونيك والد 93 سنة صار شفته من شي كم شهر وبدي بعد شوفه قريبا نعم تجرب أكيد واحد يبقى يشوف أهله ويبضي شوية وقت مع أهله خصوصا بالضيعة وبالجمال باين لاند كتير حلو صح اليوم بتندم انك جيت على امريكا وتقول يا ريت بقيت بلبنان او لا والله يا كارن الندم اول 10 سنين يمكن 5 سنين بس بعد هيك بتقول كتر خير الله اللي جينا على بلد بيحترم الشخص بيقدر له مواهبه بيقدر له شغله سو لا ما في اي ندم نحن اكيد ما بنندم انه تعرفنا عليك هون اكيد نزعل انه عم نخسرك لانك إنسان ناجح وبس اللي بيبسط إنه عندك علاقة بعد مع لبنان وأنا أكيد إنه ما في لبناني ممكن بده يجي لهون أنت ما بتساعده أكيد ما في خسارة مع عليك منضل على اتصال واليوم ما يمكن نرجع ما بتعرفي بس نوقف الشغل إن شاء الله مرسيك كتير لهالمقابلة شكرا لك أهلا وسهلا كتير عزيزة على قلبي وكتير بتهمني لأنه قدرنا ناخد عينة من الشباب اللبنانية اللي عم بيجربوا يحققوا حالهم بالسيليكون فالي عندهم قصص نجاحات عمرها 7 سنين عمرها 5 سنين عمرها 2 سنين أو مبلش جديد وأكيد في كتير شباب غيرها كنا حبينا نعمل معهم بس ما ثاقبت أنه وقتهم على وقتنا اليوم بهالحلقة قدرنا كمان نعمل جسر تواصل ما بين كل اللبنانيين اللي تركوا لبنان واجوا يلاقوا فرص عمل أو اجوا يطوروا ستارت أبس اللي بلشوها بلبنان أو بلشوها هون ولكن بابهم مفتوح لكل الشباب اللبنانيين المبدعين بلبنان ومثل ما وعدوا إنه رح يساعدوا أنا كمان أطلب من كل شاب لبناني مبدع أو عنده فكرة إنه يتواصل معي على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا بوعدهم إنه بوصلهم بكل الشباب اللي اليوم تعرفنا عليهم وغيرهم كمان ومثل ما بنعرف إنه الجيل الجديد هو اللي رح يبني وطن جديد وأمالنا بهالشباب والصبايا اللي عندهم أفكار ممكن تغير مجتمع بيكبر قلبنا لما نكتشف قصص نجاحات الشباب اللبنانية بالاغتراب فهن حققوا طموحاتهم وأحلامهم ولمعوا القارة الأمريكية هيك بنعرف أنه لبنان بألف خير إذا بدكم تعرفوا أكثر عن الحلقة
أو عن جوف هالحلقة، ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا تتابعونا الأسبوع الجاي بنفس الوقت لتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.